السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل تجربة إن احنا هنرسم مثلا مكان فيه مية وهنحط محركات بحيث المحركات دي ترفع المية في مسار محدد. طيب أولا خلينا نرسم الحاجة اللي احنا عايزينها مثلا بالشكل دوت، وخلي ده مثلا هننقله كده هنا وهنعمل له روتيت بالشكل دوت، وهنا ده هنا موف تمام، وهنعمل له كوبي بحيث ان احنا بعد كده نعمل له ميرور ونعلم على الشكلين دول وهنقول له ضيفهم للشكل اللي تحت اد بحيث يطلع معانا بالشكل دوت. وبعد كده خلينا نعمل مثلا الشكل اهوت، ده المفروض اللي هيبقى فيه المسار اللي احنا عايزين نطلع المية على قد ما نقدر، يعني مثلا جزء صغير كده يعني. طيب بعد كده هنبدأ نضيف مثلا من الأداة ديت جير تول اهي، الشكل دوت خلينا نكررها، وهقول لدوت خلي ده هنا وده هنخليها هنا بالشكل دوت، وهتيجي هنا هتقول له فعل لدوت خلي ده الاكس بتاع فيه هنا موتور، وده هنخلي برضو فيه اكس موتور، وهنخلي نعكس الاتجاه تمام. خلينا نثبت دي ودي ودوت برضو ممكن نثبته، او ممكن طريقة تانية للتثبيت نتم عليه سيلكت وراك كليك، وبعد كده هتقول له ان احنا عايزين جيومتري جلو تو باك جراوند تمام. طيب نشغل هتلاقي بيلف بالشكل دوت، طبعا هنزود السرعة دلوقتي، نزود السرعة على قد ما تقدر طيب خلينا نحط المية كده، هعمل بالشكل دوت وهعمل عليه سيلكت واقول له حوالي المية، هنبدأ نشغل المية اهي، شايف الموتور بيرفع المية لفوق، يعني لو انا جيت هنا عملت المية اهيت خليت دي عبارة عن مية، هتلاقي الموتور بتاعنا هياخد المية ويرفعها لفوق. هو هنا بينزلها بره فهتفضل زي ساقية كده، تبدأ تاخد المية من هنا لترفعها لحد فوق خالص المسافة دي كلها. كل شوية بقى نزود مية عشان نعوض المية اللي ممكن تنقص، ناخد دي كده نحولها لمية